الحمد لله. السلام عليكم اخوتي. الحمد لله، اللهم لك الحمد. كنطلب من الناس يساعدوني، رانا مريضه وما حنا، وتمحنت بزاف. الله يرحم الوالدين اللي ما ساندوني في محنتي وفي عذابي، رانا كنواسي بزاف. وتمحنت، لا بعد لا ولد لا بنت لا خو لا خت، لا حنين لا رحيم غير الله. انا مريضه، القلب ياكل فيا، والعروق ديال رجلي مبوشين، محنيني رجلي، مكرفصيني، ما كنقدرش نتحرك، عندي سرطان في الدم، ما عنديش لي حلفية، ما عنديش لي شوف العالي. كنطلب منكم تشوفوا فيا وتشوفوا حالتي، الله اللي يعلم بيا ودوروا بي، الله يرحم الوالدين ساندوني. وكنطلب من سيدنا يعلم فيا ويشوف فيا، كنطلب من سيدنا ارحمني، انا بعد ما تفهمت بزاف كثرت عليا المسؤولية، الله اللي يعلم بيا وبظروفي، ما كنلقاش ما ناكل ما نشرب، باش نغسل باش نتعوم باش الضو كيتقطع عليا، حمد الله وشكرته، ما كنلقاش باش نموني راسي، عندي امي ما كبيرة ما تعرفش الحال فين كاين، الله اللي يعلم. كنخرج صح بزز، كنورك على النفس يا ترى من الدينية، واحد يحل واحد يقول لي كلمة زينة، واحد يقول لي كلمة خايبة، بزز باش زعما ما بقيتش كنقدر نخرج، كنخرج الله اللي يعلم، وبظروفي الله يعلم بها، تمحنت بزاف وكنطلب منكم اخوتي ساعدوني، رانا محنة، كنطلب منكم اخوتي عاونوني رانا تكفص، كنطلب منكم اخوتي ساعدوني الله اللي يعلم بيا، كنطلب منكم اخوتي عيون الرحمة شوفوا فيا، رفوا من حالي الله اللي يعلم بظروفي، أنا كنت معهم في دوايا وكنت معهم بزاف د الحوايج الله اللي يعلم بيا، ساعدوني رجل رجلي أنا مقدرتش باش نوريكم، نوريكم حالتي كيفاش دايرة، اللحم ديالي كله طيب، الحوك ديال البودر اللي غنشري ما كنلقاش باش نشريه، غير باش نديرو، الله اللي يعلم بظروفي، الله كيشوف فيا. وانا كنطلب منكم وكنطلب من سيدنا الله يرحم الوالدين، لما شوفوا حالتي انا تمحنت، والله اللي عالم بظروفي. الطبيب قال لي عندي سرطان في الدم وعندي القلب، دابا عندي القلب كنعاني بالقلب، انا كنعاني بالقلب 16 عام، سرطان في الدم دابا كنعاني به دابا 4 سنين، باش كنعاني بالسرطان في الدم. كنعالج لي، عندي الوريقات ديالي، عندي كل شيء، ولكن الحمد لله على فضل الاحسان، اللهم لك الحمد، ما عندي حتى معيني، الله الله هو اللي كيساعدني، ما عنديش من غير الله، وربي كيشوف فيا، ما عنديش من غير الله، عندي امي ما كبيره ولا غير، ما عندي خو، ما عندي خت، ما عندي ولد، ما عندي بنت، عندي الله هو اللي كيشوف فيا. والو الا الله، ما عدا إلا جاب الله شي حد دق عليا الباب وعطاني ما ناكل، رانا ناكلو، ما جابش الله، الله اللي يعلم وكيشوف، والو لا حول ولا قوة إلا بالله، لا سوى إلا الله وحده، كاينش من غيره. طب أنا العلاج، كنشوف العلاج ديالي، ما لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، العلاج ديالي صحيح، بالنسبة لي أنا الشفط ما قبلونيش في الشفط. ما قبلونيش للشفط، راه ما قبلونيش، دابا انا بغيت نعلم المعين، المعين اللي يعاوني على دوايا، يعاوني على باش نكون انا والميمه، الله يرحم لكم الوالدين، الله يستركم دنيا واخره، شوفوا من حالي، الله يرحم الوالدين، انا الناموسيه اللي غنعس انا ما عنديش، الناموسيه اللي غنعسوك منها ما عنديش، الله اللي يحلم بيا. كنعس في الارض ملي كنبغي نقول اشهد لا اله الا الله واشهد محمد رسول الله، الله اللي يعلم بظروفي. الخبز ما تلقاش يعني بغيت احكي لك تاع دانون ما تلقاش باش تشري، كاين بعض المرات كنشرب الدواء على الجوع، الله اللي يعلم بظروفي، قسما بالله العلي العظيم راه واشرت الى واحد اسبوع ولا 5 ايام عمر البوطه ما شحنت، ما كنلقاش لامي ما كتبكي وانا كنبكي هنا، وما كنلقاش اللي يهزني ولا اللي يحطني، الله اللي يعلم. ودابا كنطلب منكم اخوتي ساعدوني، ساعدوني شوفوا من حالي، الله يرحم لكم الوالدين. الرقم ديال الهاتف ديالي 06 93 79 65 15، 06 93
06 93 79 65 15.